صباح الخير ومساء عليكم، معكم جورج عماد، والنهارده هنعمل مقارنه بين السامسونج جالاكسي اس 8 والواوي بي 10. خلينا نشوف. خلونا نبدا بالديزاين. مبدئيا الاس 8 والبي 10 تقريبا قد بعض في الحجم والوزن، لكن الاس 8 اكبر واتقل بحاجه بسيطه. جسم الاس 8 معمول من الجناب من الالومنيوم، ومن الظهر ومن قدام من الازاز، مش اي ازاز، معمول من ازاز جوريلا جلاس 5. واللي ما يعرفش ايه هو جوريلا جلاس 5، ده ازاز بيتحط على الموبايل عشان يحميه من الكسر ومن الخدوش. اما البي 10 معمول كله من الالومنيوم، وبصراحه انا لما مسكت الاثنين ارتحت اكتر للبي 10 لانه مسكته في الايد مريحه، ده غير ان واو بتحط لك ملمس مختلف على الزرار بتاع اللوك عشان تعرف تفرق ما بينه وتفرق ما بين الزرار بتاع الفوليوم. بالنسبه للشاشه، سامسونج ابدعت في حته الشاشه ديت. الاس 8 زي ما احنا قلنا هو اكبر من البي 10 بحاجه بسيطه، لكن رغم كده سامسونج عملت شاشه بحجم 5.8 انش على الموبايل ده. تقريبا الشاشه اخدها كل الموبايل او جزء كبير منه، بس عشان الشاشه كبيره حطوا الفينجر برينت سكانر ورا جنب الكاميرا. ده مكان صعب شويه، لكن لو ده موبايلك الرئيسي فانت هتاخد على المكان ده. نرجع تاني للشاشه ونسيبنا من الفينجر برينت سكانر دلوقتي. الشاشه زي ما قلنا هي 5.8 انش بكثافه بكسلات 570 بكسل بير انش، ده غير ان الشاشه سوبر اموليد، فده هيبين الالوان واضحه اكتر. الشاشه في الاس 8 روعه جدا، دي تقريبا الحاجه اللي بتميز الاس 8. بالنسبه للبي 10، الشاشه حجمها 5.1 انش بكثافه بكسلات 432 بكسل بير انش، ونوع الشاشه اي بي اس. هي صورتها حلوه وتعتبر مرضيه جدا للمبلغ اللي انت تدفعه، لكن طبعا الاس 8 احلى، وبصراحه الاس 8 عجبتني اكتر. كسور ولا كسرات؟ رغم سعر البي 10 القليل الا انه كان اداؤه مرضي جدا بالنسبه لي في الالعاب وفي تصفح الانترنت، لكن كان ساعات في لاج بسيط او تعليقه بسيطه لكن ما بتحصلش كتير. اما الاس 8 فاداؤه كان جميل جدا، ما كانش بيعلق بصراحه معايا، ما علقش جدا. روعه في الاداء وروعه في حاجات كتير قوي بصراحه. كاميرا الموبايلين 12 ميجا بكسل، لكن الفرق ان الاس 8 فتحه العدسه بتاعته f.1.7 والبي 10 فتحه العدسه بتاعته f.2.2. يعني العدسه بتاعه الاس 8 هتدخل نور اكتر للصوره، والعدسه بتاعه البي 10 هتدخل نور اقل للصوره، لكن الصوره مش هتبقى وحشه. الكاميرتين كان ادائهم حلو جدا والصور كانت متشابهه. وطبعا دلوقتي هتشوفوا صور للاس 8 والبي 10، وزي ما انتم شايفين الصور تقريبا شبه بعض قوي. بالنسبه للفرونت كاميرا، الكاميرتين 8 ميجا بكسل، وبصراحه الصوره كانت حلوه ومش شايف اي مشاكل فيها. رغم ان البطاريه بتاعت البي 10 3200 ملي امبير وبطاريه الاس 8 3000 ملي امبير بس، الا ان الاس 8 تعطيني اداء احلى في البطاريه، عطتني تقريبا ساعة زيادة اكتر من البي 10، لكن دي ممكن تتصلح في البي 10 قريب بابديت. اخر حاجة وهي السعر، سعر البي 10 411 دولار في امازون، اما سعر الاس 8 760 دولار في امازون. تخيلين الفرق، فعلا الفرق في السعر كبير جدا، وده ممكن يخلي ناس كتير تفكر انها تجيب البي 10 بدل ما تجيب الاس 8. من الاخر، لو انت مش محتاج شاشة حلوة قوي وبطارية حلوة لكن مش ممتازة، روحة البي 10. لكن لو انت عايز شاشة حلوة عليك وعلى الاس 8 فعلا شاشته خرافة. لكن لو انت عايز موبايل حلو بسعر معقول عليك وعلى البي 10، فعلا موبايل حلو جدا بالنسبة للي انت بتدفعه. وفي اخر الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو ما عجبكوش اعملوا لايك برضو وقولوا لي ليه ما عجبكوش في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة يا جماعة، عايزين نعمل حاجات كتير كده بس انتوا تعملوا سبسكرايب. كان معاكم جورج عماد، سلام، والنبي اعمل له سبسكرايب.